او ممكن خلال برضو بعد سنة او سنتين المفترض انه يقدر يحط 4 كلمات يعمل بيهم جملة يعبر فيها عن نفسه. طب لو اتأخر الكلام ده نعمل ايه؟ خلونا نفهم اكتر مع ضيفي العزيز استاذ كمال ياسر الشناوي، اخصائي التربية الخاصة والتأهيل تخاطب. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد. المرة الثانية في من وإلى ان شاء الله مستمرين ان شاء الله على خير باذن الله. في البداية عايزين نعرف المشاهدين، ايوه، ايه هو التأخر اللغوي اصلا؟ لان يعني في كتير بيدخلوا التأخر في الكلام، أيوه، في التأخر اللغوي. ايوه، بسم الله الرحمن الرحيم. لو جينا نتكلم عن التأخر اللغوي فاحنا نقدر ان احنا نقسمه الى عدة امور. عندنا اللغة وعندنا الكلام. فاللغة في مفهومها الشامل ان هي في حاجة اسمها لغة استقبالية ولغة تعبيرية. فاللغة الاستقبالية عندي اللي هي فهم الأوامر، فهم التعبيرات الشفهية، فهم كل ما يحيط بالطفل من أمور ومكتسبات لغوية. وتنقسم أيضا إلى لغة تعبيرية. واللغة التعبيرية اللي احنا بنقول عليها بقى هي الكلام. يعني أنا عندي لما يكون عندي تأخر لغوي فأنا عندي مشكلة في اللغة الاستقبالية وفي اللغة التعبيرية. وزي ما قلت لحضرتك إن فكرة اللغة الاستقبالية عندي هو فهم الكلام وفهم كل ما هو حول الطفل من مثيرات، أما الكلام هو اللغة التعبيرية. فالتأخر بتاع اللغة هو تأخر في اللغة التعبيرية واللغة الاستقبالية لدى الطفل. ونقدر كمان نقول لو احنا استسردنا في هذا الأمر إن التأخر في الكلام هو تأخر في اللغة التعبيرية، يعني الطفل عنده مخزون من اللغة ولكن لا يستطيع إن هو يعبر بالشكل المطلوب منه. تمام. لو الأم عايزة تعرف، أيوه، الابن او الطفل عنده تاخر لغوي ولا تعرف ازاي؟ خلينا ان احنا نتكلم يا استاذ احمد ان هي ايه المظاهر بتاعه تاخر اللغه. تاخر اللغه لو قلنا ان اول 6 شهور عندنا ان الولد لابد عليه ان هو يستجيب للمثيرات اللي بيسمعها، سواء مثيرات سمعيه او بصريه، يلتفت بيبص للمثير سواء بصري للاضاءه للصوت، تمام. بيستطيع ايضا ان الولد يناغي او بعض الكلمات، ان هو يستطيع الولد فهم لو حد بيبتسم ليه يبادله هذا الشعور. فلو احنا جينا نقول كده بطريقه بسيطه جدا ان السنه الاولى مفروض ان الولد يكون طالع منها على الاقل بيقول لي كلمه واحده، السنة الثانية يقول لي كلمتين، السنة الثالثة يقول لي 3 كلمات، أو جملة من كلمتين، جملة من 3 كلمات. بكل بساطة ده اللي أنا محتاجه أو اللي أنا أقدر أقول عليه إن ده في نطاق الطبيعية. يبقى أنا عندي 6 شهور الأولى عندي مناغة بسيطة، أي بيطلع بعض الأصوات، عندي إن هو بيلتفت للمثيرات سواء المثيرات البصرية أو السمعية. عندي في السنة الأولى بنهايتها مفروض إن الطفل ده يكون قادر إن هو يقول كلمة واحدة، حتى لو إحنا بنقول عليها مكسرة أو حاجة. في السنة الثانية قادر إن هو يقول لي جملة من كلمتين، في السنة الثالثة قادر إن هو يقول لي جملة من 3 كلمات. طب يا ريت كل الأمهات برضو تركز معانا تاني يا دكتور. تاني، تمام، لو الأم تاني وبعيد نفس السؤال ليه؟ لأن فعلا الموضوع ده مهم جدا وبيجينا أسئلة كتير جدا عن إن الأم مش عارفة تفرق ما بين ابنها هو طبيعي كده عادي لسه طفل مثلا وعادي، أيوه، ولا إن هو عنده مشكلة في التأخر في الكلام أو في اللغة. تاني، إيه هي المظاهر أو إيه هي العلامات اللي بتظهر على الطفل لو عنده تأخر لغوي أو لو كان طبيعي؟ عندنا زي ما قلت لحضرتك تاني، الـ6 شهور الأولى بيكون عندي مفروض أن الطفل ده قادر أن هو يلتفت للمثيرات البصرية والسمعية اللي حواليه، سواء إضاءة سواء صوت معين، قادر أن هو يبادلنا الابتسامة أو الإيماءة الوجهية بعد الـ6 شهور. بنهاية السنة الأولى قادر أن هو يقول لي كلمة، بنهاية السنة الثانية قادر أن هو يقول لي جملة مكونة من كلمتين، بنهاية السنة الثالثة قادر أن هو يقول لي جملة مكونة من 3 كلمات. ده بشكل عام. وكمان قادر ان هو بعد سنتين قادر ان هو يفهم اللي انا بقوله سواء من اوامر، وقادر ان هو كمان ينفذها. فاذا هناك في الامر ده يبقى انا اطمنت جدا ان الولد ما عندوش تاخر في اللغه. طب لو طبيعي ده لو طبيعي. طب لو، أيوة، لو مش طبيعي، لو هو مش طبيعي فانا بلاقي ان هو الولد عند 6 شهور الاولى لا يستجيب للايماءات الوجهيه بتاعه الوجه، لا يستجيب للمثيرات البصريه والسمعيه، عنده مشكله شويه في ان هو يقول كلمه او صوت معين وتاخر فيه بعد ما بلغ 12 شهر. بعد ما بلغ 12 شهر وانا النهارده بقيت متاخر في كلمه من الكلمات، او ان انا اكون كلمه واحده اقصد بها اللي انا عايزه، فاذا انا عندي مشكله في الكلام. طيب دلوقتي عايزين نفرق ما بين انه طفل
دلوقتي عنده تأخر في الكلام؟ أيوه، لأنه برضو بندخل دايما بندخل دي في نقطة، وفي ناس بتشبههم ببعض. أيوه. أو يمكن هو جزء من التأخر اللغوي. أيوه. وما بين التأخر اللغوي، تمام هل في بينهم فرق ولا ده جزء من جزء؟ التأخر اللغوي يا أستاذ أحمد هو أشمل. ليه؟ لأن زي ما قلت حضرتك في أول الحلقة إن التأخر اللغوي يشمل إن التأخر في حاجة اسمها اللغة الاستقبالية، يعني المخزون اللغوي لدى الطفل اللي هو فاهمه، تمام؟ واللغة التعبيرية اللي هو بيسترجع من اللي هو فاهمه ده ومخزنه وبيعبر بيه. فإذا هناك إيه؟ هناك تأخر في اللغة. أما تأخر الكلام فهو تأخر في اللغة التعبيرية الخاصة بالطفل، يعني هو عنده مخزون لغوي وكل حاجة وسامعك كويس وفاهم أنت بتقول إيه، بس مش قادر إن هو يعبر. فإذا هناك تأخر في الكلام. طب إيه السبب؟ يعني إيه السبب ممكن اللي يؤدي إن الطفل ما يبقى عنده تأخر في الكلام أصلاً أو تأخر لغوي؟ حتى لو الطب مثلاً بيقول لك أو من الناحية الطبية. أيوه. بتقول إن هو سليم كسمع. أيوه. ككلام تمام كانتباه، ايه المشكله اللي ممكن توصله ان هو يبقى عنده تاخر في اللغه؟ لو جينا ان احنا نقول ان احنا عندنا ايه الاسباب بتاعه التاخر اللغه، فاحنا لو بنتكلم اول حاجه عن اول لما بيجي لنا طفل عنده تاخر في اللغه، يعني عدى السنتين وما فيش مثلا جمله مكونه من كلمتين، اول حاجه لازم نعملها وان كان الامر روتيني لازم نعمل اختبار سمع، تمام؟ بعد كده بيدخل على، يعني طبعا احنا بنسمع من الملاحظه المباشره لاسرته وبنسال شويه اسئله، هل الطفل ده كان بيستجيب للمثيرات البصريه والسمعيه حواليه او بينتبه ليها ولا لا؟ هل كان لما بيحصل اي صوت بيلتفت ليه وبيتكلم وبيعطي اي رده فعل ولا لا؟ بعد كده بنعمل كامر روتيني بنعمل الاختبار بتاع السمع، بعد كده يحول الاختبار من اختبارات اللغه على يد مختص، بعد كده بنقيم الوضع. لو جينا نقول هي ايه الاسباب، فاحنا عندنا يعني بعد تقييم او التقييم الطبي ان ما فيش مشكله طبيه موجوده، بعد كده بندخل يعني ما فيش مشكله طبيه اي عضويه، يعني ما فيش مشكله في السمع، ما فيش مشكله في اعضاء الكلام، ما فيش مشكله في الحنجره، ما فيش مشكله في اللسان، ما فيش مشكله في الشفتين، كل ده بيقول ان ما فيش عندي ايه مشكله. ده السبب الطبي. لو جينا نتكلم عن السبب النفسي او البيئي، احيانا بيكون في بعض البيئات عندها مشكله زي بنسميه فقر بيئي او حرمان بيئي، هي مش عاطيه الكميه الكافيه للطفل ان هو يستكشف البيئه، او مش عاطيه له الكميه الكافيه من المثيرات ان هو يستطيع بها ان استكشاف البيئه اللي حواليه علشان ان هو يتكلم او يكتسب زي ما احنا قلنا اللغه الاستقباليه بتاعته. ده السبب. السبب الثالث وجود بعض الإعاقات، يعني لو جينا نتكلم مثلا زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ان التوحد من الامور المميزة لان انا عندي تأخر في اللغة، احيانا بعض الإعاقات او الاضطرابات بتكون احد اعراضها الإصابة في اللغة بشكل عام، تمام؟ سواء بقى التوحد، الإعاقة العقلية. لو جينا كمان نتكلم ان تأخر القدرات العقلية في الامر ده هو برضو من الاسباب اللي بتؤدي ان يكون في عندي تأخر في اللغة. فاحنا نقولها لو سريعا لو تسمح لحضرتك، اول حاجة عندي مشكلة عضوية، يعني سواء في مشكلة في السمع او في اعضاء الكلام. يعني اول حاجة ان الاسرة دي او الام تاخد الطفل الاول تتأكد انه ما عندوش اي مشكلة. لازم نتأكد طبعا طبيا ان ما فيش اي مشكلة في الجانب الطبي او العضوي بشكل عام. تاني حاجة ان احنا بنشوف الجانب النفسي والبيئي، ايه الدنيا، هل في شاشات كتير، هل بابا وما بيتكلموا مع الطفل ده في عمر الست شهور، حتى لابد علينا ان احنا نبدا نشجع الطفل ونستثير اللي هو ياخد مننا مثيرات كتير علشان خاطر ان هو يستكشف بيئته ويشوفها وياخد لغه استقباليه كثيره عشان يقدر ان هو يعبر بعد كده. التالت حاجه وهي مشكله لو وجود اعاقه او اضطرابات نمائيه موجوده عند الطفل ده تؤدي الى ان وجود تاخر في اللغه او تاخر في الكلام بشكل عام. طب تمام. التأتأة بقى، تمام، بس قبل ما نروح للتأتأة، هل فعلا اللي عنده بقى تاخر في الكلام او تاخر لغه له علاج؟ طيب احنا لو اخذنا، احنا قلنا ثلاث اسباب يا استاذ احمد. لو السبب الطبي فطبعا احنا بنكون مثلا على سبيل المثال اطفال زراعه القوقعه، فطبعا دول الطبيب بيقوم بالعملية زراعة القوقعة وبيخضعوا بعد كده لجلسات من جلسات التأهيل التخاطبي وغير ذلك، فده السبب الطبي. فاحنا السبب الطبي لما بنعالجه مع جلسات التأهيل التخاطبي طبعا بنصل لموضوع كويس جدا مع الطفل بعد كده في عمره، وبنحاول بشكل من الأشكال حتى لو كبير، حتى لو كبر في السن. هو زراعة القوقعة على سبيل المثال لها عمر معين. أوه. يعني بعد 6 سنوات على أقاويل الأطباء إن خلاص كده، يعني مش ينفع ان احنا نزرع قوقعة. لكن احنا بنحاول مع اطفال زراعة القوقعة وغيرهم اللي عنده مشكلة طبية ان احنا بنمشي في المسارين الطبي والتأهيلي.
لو رحنا مثلا للجانب الثاني اللي هو جانب النفسي او البيئي، بنحاول نشوف هي ايه المشكله اللي في البيئه، وبنعمل جانب من الارشاد الاسري والجلسات اللي الاسره بتستفيد منها وتطبقها مع ابنها في البيت، الى جانب جلسات التخاطب عندنا. الجانب الثالث وهو جانب الاضطرابات والاعاقات النمائيه بشكل عام والتاخر العقلي، احنا طبعا بنشتغل ببرامج بتؤهل الطفل ده في كل الجوانب، ومنها ايضا الجانب اللغوي. تمام. طيب التأتأة بقى، عايز اعرف تمام. اسبابها التأتأة او التلعثم، لو جينا نتكلم او التلعثم بس هي يعني مشهوره بين الاسر بالتأتأة. التأتأة استاذ احمد هي ليها سببين بنسميه سبب عضوي، وده طبعا بيكشفه الطبيب. والسبب العضوي ده لو كان موجود بيكون فيه مساعده طبيه مع فريق التأهيل المسؤول عن الطفل او حتى لو انسان بالغ. والسبب الثاني بيكون سبب نفسي، يعني احيانا بعض الاطفال بالجنة هي يعني يقال كده ان في سن 4 سنوات ونصف ان بيحصل طفره في جوانب الاستكشاف في الدماغ لدى الطفل، فالطفل ده عايز ان هو يستكشف كتير جدا من اللي حواليه وياخد كتير جدا من المثيرات اللي هي بتساعده ان هو ياخد لغه استقباليه ولغه تعبيريه. مع وجود كميه المثيرات الكتير ديت الجهاز الكلامي مش قادر ان هو يعطيها بالشكل المطلوب، فتحصل عند عمليه التأتأة او مشكله التأتأة. تمام. فهي لو متكلمنا عن أسبابها فهي لها سببين، السبب الأول هو السبب الطبي أو العضوي، السبب العضوي، والسبب الثاني هو سبب نفسي بيحصل للأطفال نتيجة بقى زي ما قلت لحضرتك إن في السن ده بيحصل إن في مشكلة في ميكنة جهاز الكلام إن هو يستقبل كثير جدا من الأفكار، أو إن الطفل ده عنده مشكلة أو في رهاب أو في أي حاجة بتؤدي إن في مشكلة عندي في الكلام. ممكن تكون مشكلة نفسية تأثر على هي السببين بتوعها سواء السبب العضوي أو السبب النفسي طبعًا. أيوه. طب علاج ده بقى إيه؟ علاج ده بيخضع، لو إحنا قلنا إن مفيش عندنا مشكلة طبية فبيخضع لتدريبات التأهيل التخاطبية، وبياخد من فترة من 6 شهور لسنة، وبياخد كمان ان احنا بنشتغل على الطفل ده علاج سلوك معرفي ان احنا. طب في البدايه بس معلش، هي الام دلوقتي عندها طفل بيتأتأ. حلو جدا. تمام. هي تتوجه ازاي اصلا دلوقتي؟ تروح تكشف عليه الاول، ولو كشفت تكشف عند مين؟ تمام. او ايه المتخصص عنده؟ تمام. ولو هو مش مشكله طبيه تتوجه برضو ازاي لاي مركز تخاطب مثلا؟ ايوه، في سن ال3 سنوات الاولى استاذ احمد مفيش داعي للقلق، يعني في سن ال3 سنوات الاولى لو الطفل بقى فيه تأتأة في كلام مفيش داعي للقلق، لان في السن الصغير ده بيكون ان الاسباب اما خوف او تدليل زائد ان احنا بنسميه الدلع. بعد سن 3 سنوات خلاص بقينا في سن 4 سنوات ونصف، وجب على الام انها تتوجه اول حاجه لطبيب انف واذن وحنجره على سبيل المثال، او طبيب تخاطب علشان يقيم الاداء بتاع الطفل هو ليه بيتأتأ، وبعد كده بتتوجه لاي مركز مختص فيه اخصائي تخاطب علشان خاطر ان هو يبدا جلسات التاهيل للطفل الموجود. يأهله يعني. وده طبعا لا ننسى ان اي جلسه تاهيل لطفل اللي عنده تأتأة او حتى البالغ بيكون لازم يكون فيها دعم نفسي يعني. طب في موضوع يمكن احنا اتكلمنا عنه في حلقات سابقه والحلقه اللي فاتت اللي هو ضعف الانتباه. بس أيوة. اسئله المشاهدين دايما بتتكرر من ناحيه الموضوع ده، لان ضعف الانتباه ده ممكن ما يبقاش لطفل عنده 2 و3 سنين، ممكن يبقى طفل في اعدادي. أيوة. في ابتدائي، في مرحله دراسيه بيبقى عنده ضعف انتباه بيأثر على دراسته. تمام. عايزين نعرف ايه هو اسباب ضعف الانتباه وعلاجه. طيب، ضعف الانتباه في غالب الاوقات بيكون عرض وليس اضطراب. يعني في غالب الأوقات ضعف الانتباه بيكون من أحد الأعراض اللي هي مصاحبة لإعاقة لاضطراب أو لسبب بنسميه سبب بيئي برضو. تمام. فلو اتكلمنا إن سبب ضعف الانتباه سبب ليه علاقة باضطراب معين، فإحنا طبعا علينا إن إحنا نعالج السبب فبالتالي يتحسن العرض. أما لو كان السبب يعني أحد الأسباب النهاردة اللي هي بقت مصاحبة لضعف الانتباه يا أستاذ أحمد، هي فكرة برضو الشاشات، فكرة الكتير جدا من السكريات، فكرة المواد الحافظة الكتير اللي هي بتكون مع أولادنا، فكل دول من الأمور اللي بتؤدي لعملية ضعف الانتباه لدى الأطفال. فكرة كمان أو سبب آخر، فكرة أن الأطفال المعرضين لكتير جدا من الضغوط النفسية في سن صغير جدا طبعا بيكون عندهم ضعف في الانتباه. فبمعالجة الأسباب اللي احنا بتكلمنا عنها ونشوف هي ليه ده بيحصل، بالتالي بيتحسن العرض وهو عرض ضعف الانتباه. طب يعني ممكن معاملة الأهل مع الابن
سواء بطريقة التربية مثلا تأثر نفسيا على الطفل ويخلي عنده تشتت أو ضعف انتباه. خلينا نقسم، يعني مثلا في أب مثلا يكون قاسي شوية في العقاب، أيوه. أم مثلا تكون عنيفة شوية مع الطفل في أثناء أيوة. التربية، تمام؟ أيوة. هل ده ممكن يخلي عنده ضعف في الشخصية وممكن يخليه مثلا عنده تشتت في التفكير وضعف انتباه أو خوف؟ لأن ضعيف الانتباه ده دايما كده تلاقيه مفزوع، أيوة. يعني تيجي تقول له مثلا أحمد يروح كده، فاهم قصدي؟ تمام. فده مشكلة كبيرة بيعاني منها الأهل وبيسألوني عنها دايما، يعني تمام. هل فعلا طريقة التربية ممكن تأثر على ضعف الانتباه؟ خلينا نعطي نصيحة جميلة جدا ولطيفة مع حضرتك. السبع سنوات الأولى من حياة الطفل حضرتك بتؤدي مع الطفل ده دور الملاحظ العام لسلوكه والمساعد العام لكل حاجة، تمام؟ لأن مفترض انه تمام. فالسبع سنوات الأولى ما ينفعش فيهم ان انا اضرب، تمام كده؟ ما ينفعش فيهم ان انا اعطي نبرات صوتية او نحن بنسميه صريخ او زعيق بشكل عالي جدا. سبع سنوات الأولى لابد علي أن أنا أحافظ على نفسية الطفل في الوقت ده وأدعمه نفسيا لأبعد الحدود. ما بقولش أن احنا ندلع، ولكن الطفل في السبع سنوات أو أن احنا نعطي تدليل زائد، ولكن الطفل في السبع سنوات الأولى محتاج جدا مننا أن احنا يكون عندنا نوع من أنواع يعني بنسميه الصحة النفسية للأطفال علشان هم ينمو نمو نفسيا سويا. في طرق كتير للعقاب غير العقاب بالضرب. على فكرة هو على فكرة الضرب يعني سلوك يعني أحد أساليب العقاب، تمام؟ بس يعني نتفق او نختلف مش يعني مش موضوعنا حاليا، بس احنا لو جينا نتكلم عن موضوع السبع سنوات الاولى، انا واجب عليا ان انا ادعم الطفل جدا في الفتره السبع سنوات الاولى، لان هو محتاجني في التدعيم ده علشان اقدر ان انا اوصله لحياه سويه، او ان انا ببني ثوابت ابني عليها الشخصيه بعد كده. تمام. دول في السبع سنوات الاولى. في فتره من 7 ل 10 سنوات واجب عليا ان انا اكون حازم جدا معاه علشان اوجهه، لان احنا بعد من 3 ل 10 بعد كده احنا داخلين على مرحله المراهقه والبلوغ. يبقى انا النهارده السبع سنوات الاولى انا اعطيه كل ما يحتاجه نفسيا واجتماعيا وغير ذلك، وبعد من 3 ل 10 سنوات انا ببدا ان انا اوجهه، يعني اكون حذر واكون ردود فعلي فيها حزم وليس عنف. هي شعره بسيطه جدا ما بين الحزم والعنف، فانا بكون حازم جدا فتره ال 3 ل 10 سنين معاه. من بعد 10 سنوات واجب علي ان احنا نكون اصحاب، خلاص ان انا اسمعك واكون يعني بسمع كويس جدا ليك واعطيك ونغلط افهمه، يعني بالظبط. ما ينفعش في مرحله ما ينفعش فيها العقاب، خلاص كده العقاب ممكن يجيب اثر رجعي عن العقاب بعد كده بيتفهم من ردود الافعال اللي ممكن احيانا تكون الصمت هو احسن حاجه فيها، يعني ما يكونش فيه عنف، ما يكونش فيه خلاص بعد 10 سنوات. مرحلة المراهقة ده يا دكتور من أخطر المراحل العمرية في حياة أي بني آدم، إنه مثلا تيجي الطفل تضربه يقول لك إن إزاي أنا هو شايف في المرحلة إن هو راجل، خلاص شايف إن هو كبير، فيقول لك إزاي ضربني. ف دايما القصد الأب إن هو أنا بربيك بعلمك بفهمك، وطبعا ده بيبقى معاملة غلط. إحنا لو قسمناها زي ما قلت لحضرتك سبع سنوات الأولى أنا بعطيك كل حاجة، تمام؟ بعيد إن أنا أدللك، لا، من 3 ل 10 سنوات انا خلاص بديك الاوامر اللي انت هتمشي عليها، ولو انت عملت سلوكيات معينه انا بكون حازم جدا في ردود افعالي معاك بدون عنف. بعد ال 10 سنوات انا اعطيك كتير جدا من الصداقه وان احنا خلاص بقينا صحاب علشان انت محتاج كده. اما لو جينا بقى امر ومامور والقصه ديت، لا طبعا مش هتدفع في المرحله اللي عنده، خلاص دي مرحله الخناق، يعني دي بتكون مرحله الخناق. نصيحه جميله اتمنى المشاهدين ان هم يعملوا بيها. طيب تاثير بقى الالعاب الالكترونيه ده مهم جدا، تمام. خاصه اللعبه كانت في لعبه اسمها تشارلي، تمام، تقريبا، تمام، كانت مؤثره جدا نفسيا على الطفل. تاثيرها هل ده ممكن يوصل الطفل انه يبقى عنده تاخر في الكلام او تاخر لغوي او يسبب له مشكله نفسيه؟ احنا الحمد لله من الامور اللي انا سعيد بيها استاذ احمد ان احنا كل مره بناكد على موضوع الشاشات والالعاب، لان الاطفال 24 ساعه قاعدين على الشاشات. في ام امبارح بتقول يعني ابني عنده سنتين، وفعلا يعني سنتين ما اعرفش ازاي سنتين وماسك التابلت. والله هي دي مشكلتها حقيقي، يعني بجد ده حقيقي. يعني طبعا دي مشكله كبيره، في تاثير يعني كبير من ناحيه الطفل على الطفل من ناحيه الشاشات دي. طبعا احنا اتكلمنا ان احد اسباب التاخر اللغوي هي فكره ان البيئه او الشاشات او الجلوس فتره طويله قدام الشاشات، او اللي احنا بنسميه ان الولد على طول مقفول عليه، تمام. فهنتكلم واحنا اتكلمنا في الحلقات السابقه عن اضرار الشاشات وما اللي بيقول اليه الوضع بعد الشاشات، تمام.
الالعاب زي تشارلي وغيرها من الالعاب ديت من الالعاب اللي هي اصلا بتاثر جامد جدا في سلوك الاطفال. يعني هو ليه الطفل بيكون عدواني؟ ليه الطفل بيقول حاجات مش حقيقيه؟ ليه كل الامور او السلوكيات السلبيه او اغلب السلوكيات السلبيه بتكون محط جايه من الالعاب الالكترونيه او الشاشات، او هم اكتسبوها من البيئه ديت اللي هي بتاعت الشاشات بشكل عام. فطبعا يعني كل حلقه بنتكلم وبناكد ان يا جماعه خلوا بالكم من الشاشات، ان الالعاب ديت هي العاب بتعطي للاطفال في السن الصغير امور جدا من العنف والعدوان وغير ذلك، فده مش هينفع ان احنا تقول للمشاهدين. نصيحة منك يعني كشخص دارس فعلا يعني ايه تربيه ويعني ايه تخاطب، تمام، نصيحه ليك لكل الامهات اللي بتسمعنا والاباء دلوقتي. طيب يا استاذ احمد، عندنا نصيحتين. النصيحه الاولى ان كل ما كان التدخل التاهيلي او حتى تنمية المهارات الخاصة بالطفل اللي بيحتاجها كل طفل حتى لو كان طفل طبيعي جدا، كل ما كانت التدخل مبكرا كل ما كان الوضع افضل حال مما لو احنا تدخلنا في وقت متاخر جدا. تاني نصيحة، لو جينا نقسم التربية فاحنا بنتكلم ان التربية تلتين التربية تجاهل. يعني تلتين التربية لو جينا نقسمها كده ثلاث اتلات، فتلتين التربية تجاهل كل السلوكيات اللي هي بنقول عليها السلوكيات السلبية، او يعني كل السلوكيات اللي تصدر من الطفل ما عدا اللي هو بيأذي بيها نفسه سواء قولا او فعلا او الاخرين، لا بنتدخل فيها. لكن يعني اي سلوك اخر بسال نفسي سؤال، هو الطفل هنا بيأذي نفسه او بيأذي الاخرين قولا او فعلا؟ لا خلاص يبقى ما تدخلش. دكتور كمال ياسر شنوره، بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات دي. شكرا دايما نكون يعني نتمنى ان احنا نكون فدنا المشاهدين. للاسف انتهى وقت حلقتنا، وان شاء الله نلقاكم الثلاثاء القادم الساعه 2:30 بعد الظهر، وان شاء الله في استقبال دايما اسئلتكم واستشاراتكم على صفحه البرنامج على السوشيال ميديا. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء. كان معكم احمد وهبه.